السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا حلقه جديده بنتكلم فيها على الجوينز باستخدام مابريديوس. احنا في الحلقه دي بنكمل سلسله اللي هي اللابس اللي بدأناها قبل كده. اللاب النهارده بنتكلم فيها عن الجوين، وهيبقى فيه وان مور لاب على الجوين. الجوين لو احنا بنتكلم في الديتا وير هاوس هنلاقي ان تقريبا، مش عنديش احصائيه رقميه، بس انا ممكن اقول من خبرتي، يعني لو as far as I know، يعني 60-70% من ال effort و processing time المهدره في العمليه، مش مهدره يعني، اللي بتبذل في ال processing في ال data بتبقى عشان ال joins، join حاجه بحاجه. فبالتالي لازم نبقى فاهمين ال join شغال ازاي at low level map reduce. ماشي، طيب تعالوا ناخد example مع بعض. لو انت اشتغلت في اي تيليكوم operator، اشهر حاجه موجوده في تيليكوم operator هي ال network نفسها. فالنتورك بيبقى فيها زي لاك اللي هو اللوكيشن اريا كود، ده حاجه تخيل ان هي حاجه بتعرف اللوكيشن نفسه، وكل لاك بيبقى فيه سيلز، السيل دي قد تكون 3G 4G 5G مش مشكلتنا. واللاك ده بيبقى ليه لات ولونج لونجيتيود. ماشي، طيب فعندنا هنا سيل ريفرنس اللوك اب ايا كان، في الاكزامبل او في الكود هنلاقي كاتب سيل لوك اب ال كي بي. اوكي، طيب خلينا اي دي 1 و 1 2 3 وموجوده في لاك 1، وعندنا 2 3 1 موجوده في لاك نمبر 4 نفس اللاك عادي، ممكن اكتر من سيل تكون موجوده في نفس اللاك ده عادي، وديفرنت تكنولوجي 3 جي 4 جي بس ليهم نفس لات ولونج. هنا دي سيل ثانيه في لاك مختلف 4 جي وليها لات ولونج مختلفين، وكذلك هنا. طيب بعد كده كاستمر، هنا كاستمر ترانزاكشن، وده بيبقى غالبا بيرمز ليه في تليكوم لوكيشن customer location history or something like this، we are giving signal data. تمام، غالبا بيبقى لي ال customer ID، ال first name، last name، ده name تقريبا، احنا مش عارف هي مش مظبوطة ليه، بس دي name، هي name بس هو التيبل عايزين نقصها شوية فتوضح، استنى كمان. تمام كده واضح، بس عايزين نزود شوية. اوكي تمام، اوكي عندنا هنا الفيرست نيم لاست نيم بتاع الكاستمر، طبعا هو ما بيبقاش كده فعليا، بيبقى في كاستمر اي دي بس انا حطيت فيرست نيم لاست نيم عشان تبقى معرفه اسهل، فعليا بيبقى هو كاستمر اي دي او الام زي او ايا كان الوضع في النتورك، بس اكزامبل ده حطينا الكاستمر اي دي واللات واللونج اللي هو كان فيها والفيرست نيم واللاست نيم والتايم اللي كان فيه الكلام ده. طب احنا عايزين ايه؟ سيمبلي انا عايز اجوين الكاستمر ترانزاكشن مع السيل ريفرنس ليفت اوتر جوين، يعني لو انا هجوين على السيل وعلى السيل، لو السيل موجوده هنا وهنا هات لي الريكورد كله، لو السيل مش موجوده هنا هات لي الريكورد ده وحطيه نالز هنا، لو السيل لو في ريكورد موجود هنا ملوش ترانزاكشن انا مش عايزه. تمام، فحطينا هنا A B C، انا عايز الجزء بتاع الاي والسي، يعني حاجات الانر جوين والحاجات اللي هي في الليفت حتى لو ملهاش في الرايت. اوكي طيب ده الاكزامبل ده هنشتغل النهارده، احنا هنجوين على السيل بس مش السيل واللاك، في التليكوم مفيش حد بيجوين على السيل بس غير بيجوينوا على السيل واللاك توجذر عشان هما اليونيك ايدنتيفيكيشن. اوكي طيب تعالوا نروح على الديزاين. زي ما قلنا في نوعين من الجوينز، في ريدوس سايد جوين ده هنشرحه النهارده. ريدوس سايد جوين هو المين ايديا بتاعته ببساطه، هو ان الجوين بيحصل عند الريدوسر مش عند المابر. يعني ايه؟ يعني احنا هنعمل شويه بروسيسنج وبعد كده الماتشنج بتاع الكيز والجوينز مع بعض هيحصل عند الريدوسر سايد. حلو؟ طيب احنا مش هنقول ان في حد احسن من حد، نقول كل نوع جوين ليوز كيسز. اوكي، في نوع اسرع من نوع بس ليوز كيس طبعا. اوكي تخيل ان احنا عندنا الكاسم ترانزاكشن وعندنا اللوك اب، وتخيل عندنا اكتر من بارتس، احد بارت 1 بارت 2 وهنا بارت 1 وبارت 2، دخلتهم على الماب، الماب فصلت الكي اللي هو هيبقى السيل والفاليو هي بقيه الاذر كولومز، سواء في المثال ده يعني يبقى عندي هنا كي 1 2 3 والفاليو كل دول كوما سيبريتد، وهنا هيبقى الكي 1 2 3 والفاليو كل ده كوما سيبريتد. اوكي احنا مش مهتمين بأي حاجات، احنا بس ندي الاكزامبل يعني، وكذلك هنا هو حلو. يعني ده معناه انا وصلت ده هنا وده هنا، بس هو مش شرط، ممكن يروح لاي واحد فيهم، بس انا وصلت ده هنا وده هنا عشان اقول لك ان هي مش شرط الداتا تخش، يعني مش كل دول هيروحوا لمبا معين ودول هيروحوا لمبا معين، لا الدنيا راندم شويه. اوكي طيب بعدين لو عندنا كي والفاليوز هيخشوا عند الشفل اند سورت.
الحاجة اللي احنا هنضمنها هي ان كل الكيز اللي هم السيل يعني سيل for example 1 2 3 هيروحوا عند نفس الريديوسر، ودي الحاجة مهمة. انا مش مهتم باي حاجة تانية غير كده، ودي الحاجة اللي بيجارانتي ليا الماب ريديوس فريم ورك. اوكي، وبعد كده الريديوسر بيعمل جوين. هنشوف ازاي هنعمل جوين بالطريقة دي، لان هو كده هيجيله، خد بالك ان كده ممكن يجي لي مثلا، او هنا حطينا، تعال ناخد هنا، ناخد الاكزامبل ده هنا كده ماشي. طيب تعال نتخيل عندي سيل سيل 1 2 3 وعندنا اللاك 4 ونفترض ده 4 جي ايا كان، وبقيت مش مهم الحاجه الثانيه، وعندنا الكاستمر، عندنا هو في نفس السيل نفس اللاك واسمه او الاي دي كذا واسمه علي. طيب الاوتبوت بتاعي هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عندي 1 2 3 و نفترض كده 4 و 4G سوري 4 و 4G و 4G و شوية حاجات تانية. اوكي ده كده كل ده، تعال نتخيل ده كده 1 list او 1 element في الايتريتور، والحاجة التانية عندي 1 2 3 او 4 بقى على طول 4 1 2 4 1 وعلي وشوية حاجات تانية مش مهتمين بيها. طيب احنا ببساطة، انا بس ثانية كده، تعالى نعمل كده كده. اوكي طب انا عشان اميز الداتا اللي داخله لي ده جالي من السيل ولا لا، انا اما اجي احط 4 هقول 4 دي سيل كذا سيل ومعاها هايثون، اعتقد العلامه دي بيسموها بالانجليزي هايثون او لاسم تاني موجه بالعربي ايا كان، ودي نفس الكلام هنا اهوت، تعالى هنا اهوت. اوكي طيب هو ليه نزل التكست كده مش عارف ثانية. طيب تعال نعمل كده او اوكي، تعال ناخد السيل دي كده نحط فيها اكزامبل بتاعنا. او مش عارف ليه التكست بيطلع كده. طيب بلاش كل ده، تعالوا نحط ناخد هنا على الايديتور بتاعنا. اوكي ثانية واحدة، انا عايز اخد بس الاكزامبل الداتا اللي كانت موجودة. ايوه عايز التكست ده كده واخده على الايديتور ونروح هنا عشان نوضح الداتا. طيب ادت عندي السيل زي ما قلنا، السيل كده هوت، وعندي الكاست بالشكل ده. طيب انا اللي هعمله ايه بقى هنا؟ انا اللي هعمله هنا ان انا هحط قبل السيل، طب ما ده جاي من السيل، هحط قبلها سيل هايثون وقبل ده هحط كاست هايثون مثلا. حلو، او احنا هنا عندنا هيبقى الترانزاكشن فنحط ثانية واحدة TRNX مثلا 4 وليكن. حلو طيب خلينا فاكرين ان هي في الاخر داخل لي سوري انا بالظبط، هو هيبقى داخل لي الداتا بالشكل ده، هيبقى عندي الفاليو اولها سيل واولها ترانزاكشنز على حسب السورسز، وبعد كده هجوين. هنشوف بقى ازاي هنجوين دول ببعض. اوكي اعتقد الحته دي واضحه، انا هكومنت دي كده اوكي عشان بس ايه هنحتاجها بعدين. اوكي طيب تعالوا بقى دلوقتي نبص على الكود. احنا عملنا شويه حاجات في الكود، اول حاجه عملنا الداتا سيبريتور. الداتا سيبريتور هي كوما لي كوما، عشان عندنا هنا ادي الكاستمر ترانزاكشن، ادي السيل لاك سوري دي السيل ديتيلز التكنولوجي لاتو لونج، بعد كده عندنا الكاستمر سوري السيل لاك كاستمر اي دي first name last name transaction. اوكي طيب ماشي، فده كده السيبريتور بتاع الداتا. بعد كده عندنا سيل تاج هيبقى سيل هايثون، الترانزاكشن تاج ترانزاكشن هايثون. اوكي خد بالك ان الجوب دي بندخلها تلات فايلات، الانبوت ترانزاكشن الانبوت لوك اب الاوتبوت ترانزاكشن، فلو رنيت من غير ما تباصي تلاتة هتفيل. اوكي طيب فاحنا هنباصي تلاتة. انا حاجه كده جديده انا قصدت ان اعملها، مع اني مش بنعملها على طول، ان انا تعالوا نجرب ان احنا نباص شويه كونفيجريشن للمابر والريديوسر وهما الاثنين يقولوا هتبقى شيرد بتوين زي ان هي تبقى بارت من الكونتكست. فانا بصيت الداتا سيبريتور واللوك اب فايل تاج والترانزاكشن تاج. طيب ايه تاني مختلف في الدرايفر؟ هو الجزء ده، انا في الدرايفر هنا بباصي ملتيبل انبوتس مش وان انبوت، يعني مش باصي وان باث. لو تفتكروا واحنا بنشرح الماب ريديوس في اول سيشن،
قبل ما نخش في اللابس، وشرحنا الجزء ده، قلنا ان انت ممكن تباصي multiple inputs to المابر، وده اللي احنا عملناه هنا. احنا قلنا له هيبصي لك هنباصي user details للترانزاكشن user transaction mapper، وهنباصي الادرس lookup اللي هو ده مش ادرس lookup، ده المفروض يبقى اسمه cell lookup، يعني ده كده cell lkp. اوكي تمام، مكان باصي cell lookup للcell mapper. اوكي مفيش حاجه تانية، الاوتبوت زي ما هو، هيطلع لنا تكست في الاخر، هو يدخل لنا long line number والتكست. طيب ده كده سيمبل الدرايفر. تعال نشوف المابر. اوكي لو احنا المابر، احنا هنا عملنا في من كونتكست، احنا جبنا الداتا سيبريتور اللي هو الكوما، بعد كده احنا جبنا التاج اللي هنتاج بيه اللي هو هيبقى في الحاله دي ترانزاكشن هنا اهو ترانزاكشن هايثون. بعد كده قلنا هنسبلت الداتا على الكوما، وبعد كده عملنا string builder. بعد كده قلنا ايه؟ قلنا ان اول حاجة اول element في الاري هيبقى احنا دلوقتي احنا عملنا split، فكده طلع لي ايه؟ السيل اللي هي هيطلع لي، انا بس افتح ده تاني شويك هنا، هيطلع لي السيل هو اول حاجة، بعد كده كل دول as part من الاري. فانا هعمل ايه هنا؟ ان هو بعد ما split هنا هبدا اشوف اول حاجه، لو اول اندكس يعني هنلوب على الاليمنتس، اول حاجه هنحط الفايل تاج اللي هو ترانزاكشن هايثون، وبعد كده هنحط كل الاليمنتس ونحط كوما بينهم، وبعد كده لما نيجي نبوش هنبوش السيل اي دي از كي بس، ما فيش حاجه تانية از لونج، وبقيه الاليمنت از تكست. حلو. طيب لو احنا عند الدرايفر تاني وشفنا، طب تعالى وريني السيل مابر، تلاقي نفس الكلام بالظبط بس اختلاف، يعني احنا ادينا السيل ديفرنت تاج، فنفس الكلام هنروح للسيل وبعد كده نحط ديفرنت تاج. السيل تاج هنا هو اتحطناه اللي هو سيل هايثون. طيب احنا ما عملناش ديباج قبل كده اعتقد، انا مش فاكر، بس تعالى اوريكم شكل الداتا. لو انا عملت هنا عملت هنا بريك بوينت وقلت له كده، تفتكر تشتغل اول مره ولا تضرب؟ تعال نشوف، اتمنى ما تضربش. اوكي طيب احنا عندنا هنا دخل لي الفاليو اللي هي 1 2 3 4 و 4 جي واللات واللونج. طيب values اوف 0 اللي هي اتحطت تحت دي هتبقى ايه؟ تبقى السيل صح، والتكست دي اللي هي بقيه الاليمنت. بس انا برضه تعال نشوف برضه بقيه الاليمنت عشان ايه، تعال نستوب هنا كده، تعال نشوف بقيه الاليمنت عشان تبقوا متخيلينه اكتر بالمره قبل ما نمشي، بما اننا عملنا ديباج تعال نشوفها سوا. طيب احنا كده بقى عندنا ايه؟ بقى عندي سيل هايثون، وبعد كده عندي 4 لاك، وبعد كده كوما 4 جي بقيه الفاليو بتاع اللاين، وعندي لو فاليو اوف 0 اللي هو هيبقى 1 2 3، فكده الموضوع بقى واضح 1 2 3 وهكذا الناحيه الثانيه. طيب تعالوا بقى نوقف الديباج هنا، وتعالوا نعمل ديباج في الترانزاكشن، نتاكد بقى، وتعالوا نستوب هنا، تعالوا نعمل كده هنشوف كده في اي حاجه تطلع لنا عشان برضه نبص عليها. طيب الترانزاكشن بقى شكلها عامل ازاي؟ بقت تي ار ان اكس، بعد كده هايثون 4 لاك وبقيه التفاصيل، وكذلك نفس الكلام هنا ال value of 0 اللي هي 1 2 3 يبقى هو السيل. طيب يبقى لنا بقى الحته التريكي شويه، مش هنعرف زي قبل كده، هي حته جديده ولطيفه، هي ازاي الريديوسر هيعمل ال ازاي الريديوسر هيعمل ال ازاي الريديوسر هيعمل ال الجوين. اوكي طيب سيمبل، انا عملت فاريبل سميته unknown cell، كان المعلومه اللي هي اللاك والتكنولوجي واللات واللونج، وده التاج سيبريتور، ممكن برضه نبصيه في الكونتكست بس ما عملتش كده. اوكي وبعدين احنا هنعمل ايه؟ طيب اول حاجه احنا اخدنا اللي هو الداتا سيبريتور اللي هي الكوما ماشي، وبعدين عملنا لوب على الداتا. اول حاجه بنسبلت، المفروض اللي داخل لي ايه؟ هيدخل لي مثلا في الفاليوز هيدخل لي سيل، و احنا ده هيدخل لي اول الكي، ايه الكي؟ هو السيل دي سهله،
الفاليو ايه بقى؟ الفاليو ممكن تكون سيل هايثون والسيل ديتيل او ترانزاكشن هايثون وترانزاكشن ديتيل. فانا هسبريت الاول على التاك سيبريتور اللي هي الهايثون، اوكي متعرفها هنا، فيطلع لي يا اما ترانزاكشن يا اما سيل. طيب لو ترانزاكشن انا عارف مسميه ترانزاكشن يوزر ترانزاكشن، ولو لوك اب هيبقى لوك اب. وبعدين بجوين ببعض، بقول لو والله ترانزاكشن مش نال والسيل مش نال، ده مش منطقي جنال بس هنفترض ده، هجوين ده والسيبريتور الكوما ومع اللوك اب. طب لو اللوك اب بنال هيبقى جوين ده مع ال داتا ال او بوداتا او الكوما والانون سيل، اوكي. طيب وبعدين ها اوبوت الكي وال جوين. طب قبل ما نشغل تعالوا نديبج الكود ونشوف شكله عامل ازاي. اوكي لا انا مش عايز ديبج هنا، انا عايز ديبج من اول لما يجي عند الريدوسر هنا. اوكي طب انا دخل لي هنا الكي الاول هو ايه، تعال نشوف كي داخل لي ايه. كي 1 2 3 اوكي، كي 1 2 3 داخل لي سيل which is 4 و 4G وهكذا. فاول حاجه خدنا السترينج عملنا سبليت هنا، فبقيت موجود الفاليو دي هنا بقت ايه السيل ماشي والبيت الفاليوز ماشي. كات تاج هيبقى اللي احنا اخدنا هنا السبليت هنا، التاج هيبقى اول فاليو اللي هي السيل والرو هيبقى بقيه الداتا. احنا عملنا سبليت على الهايثون. طيب هل هي سيل ولا ترانزاكشن؟ لا هي سيل، وضوح هنا هيقوم ابديت السيل. طب خلصنا كده؟ لا هيرجع تاني ان جاي له ترانزاكشن. تمام بقى جالك ترانزاكشن، هيفصل نفس الكلام، هيبقى عنده التاج ترانزاكشن والفاليو ترانزاكشن فاليو. بعد كده هيخلص دي خلاص مش هيلاقي حاجه تانية، هيروح يكونكاتينيت واوتبوت الداتا. اوكي طيب المفروض لو رننا الداتا دلوقتي ايه اللي يحصل؟ تعالوا نشوف الداتا اوتبوت. داتا اوتبوت اكسبكتد تكون شكلها عامل ازاي؟ اوكي في 1 2 3 سيل 1 2 3 انا عامل تاب، هوريكم ازاي ممكن نوفرايد التاب دي. احنا ممكن لو جينا عند الدرايفر هنا ممكن نقول له انا عايز مثلا التاب هو باي ديفولت تاب. اوكي ممكن تغير دي وتخليها كوما. اوكي لو انا دي تاني المفروض تطلع كوما، المفروض دي الاكسبكتيشن بتاعتنا. تعال نشوف هيطلع ايه. اوكي طلعت كوما، فكده بقى كي وده اللاك الاسم الراجل، بعد كده ترانزاكشن، بعد كده الفاليو. في كوما زياده ممكن نشيلها في الداتا، المفروض نشيل الكوما اللي في اخر اللاين. طيب في بقى حاجه تانية طلع لي هنا انون. ليه؟ في سيل هنا اللي هي اربع تسعات ملهاش يعني في ترانزاكشن، في واحد عمل ترانزاكشن من اربع تسعات وثلاث سبعات ودول مش موجودين هنا اهوت، فبالتالي طلع بنال. طب هل الاكزامبل ده لو بصوا اونلاين على اكتر من اكزامبل طبعا تمام، عامل كله عامل بالامبشن ده. الامبشن ده في بج رهيبه يعني انا اكتشفتها، فكر فيها كده. طيب قبل ما اقول يعني حاول افكر ايه المشكله. هو المشكله عند الريديوسر، تعال نسهل الدنيا شويه. احنا عايزين نفتح الريديوسر كلاس، تعال نفتح الريديوسر كلاس. في غلطه هنا، ايه الغلطه؟ بصوا فيها كده، بصوا الكود ثانيه، انا هنزل دي كده شويه عشان تشوفوا الكود اكتر اوسع. ها ايه المشكله؟ طيب المشكله ببساطه هي ان احنا دلوقتي بنفترض ان كل سيل ليها 1 ترانزاكشن. بمعنى تعالوا نروح عند الداتا، عند الداتا ده ترانزاكشن. تعالوا نتخيل ان نفس السيل 1 2 3 تعالوا نديها بيانات عمرو. نتخيل ان احنا ندي السيل دي كده. طيب المفروض كده يطلع لي ايه؟ يطلع لي عمرو لي البيانات دي. لو انا دلوقتي الكود الاوتبوت للاسف مش هيطلع اي حاجه، هياخد علي بس، فبالتالي عمرو ما طلعش. طبعا لو بدلت الروز اعتقد المفروض تقريبا هيعكسهم وخلاص يعني في افضل تقدير يعني. بالظبط واخد عمرو ما خدش علي. ليه بقى؟ هو يعني الكود في بجايه كده بصراحه يعني سهل قوي. انت بتاخد، انت بتشوف ترانزاكشن بتاخد، لو هو ايكوال ترانزاكشن بتاخد ده وخلاص، هتاخد الليتست، مش هتاخد، انت مش بتحط كل الترانزاكشنز. طيب كحل بسيط هنعمل ايه؟ هنعمل لينكد ليست و هنخش هنا تعالوا نمبورت لينكد ليست ماشي، وبعدين هنا
كل ترانزاكشن هنقوله دوت ابند. مش ابند، اد اد ايه بقى؟ هت اد رو فاليو، ماشي، وحط سيمي كولوم. مش عارف ليه الناس بتوع جافا فانسي بالسيمي كولوم. اوكي طيب، وبعدين احنا المفروض نعمل ايه؟ خلصنا كده هنا، احنا خلصنا هنا، تعالوا نعمل ايه هنا؟ نعمل فور، وهنروح قايلين له ترانزاكشن، ماشي، وبعدين هنروح قايلين له ايه بقى؟ احنا هنروح قايلين له ايه؟ طيب احنا كده معانا على كل الترانزاكشنز. تعالوا بقى جوه هنا، واخدين دي كده. اوكي هنروح قايلين له ايه هنا بقى؟ تعالوا نركز مع بعض. احنا عايزين نجيب الترانزاكشن، ترانزاكشن اوف اي دوت جيت اي، دوت جيت اي، ماشي، ترانزاكشن دوت جيت اي، نقول ان هي مش نال. لو كده هات ترانزاكشن دوت جيت اي، اوكي، وبعدين هتطلع الاوتبوت جوين. مظبوط مظبوط مظبوط، اوكي طيب. ومفروض بعدين خلصنا كده الفور لوب، احنا عملنا الفور لوب دي، عملنا طلعنا الكي والاوتبوت فاليو، خلصنا اللوب دي، مفروض نعمل ايه؟ نقول له الترانزاكشن ليست دي دوت كلير، في كلير، اوكي كلير هي موجوده، جميل. هي دي اشياء كان بحبها، دي اجمل بكتير بصراحه. ترانزاكشن اي فور سترينج ترانزاكشن ان ترانزاكشنز كده افضل. اعمل الكلام ده، تمام تمام تمام. طيب تعالوا نرن تاني ونشوف الاوتبوت، تفتكروا هيشتغل اول مره؟ المفروض يشتغل. دي الاكسبكتيشن بتاعتي. شو شكله ضرب؟ لا ما ضربش، او ما ضربش بالظبط، طلع علينا الاتنين مع بعض، وده الاكسبكتد. يعني السؤال هنا اللي بيطرح نفسه بقى، سيبكم من ال جافا كود، شوف الكود ده كده مش هو المهم بالنسبه لنا، او الامبلمنتيشن. السؤال بيطرح نفسه هنا، احنا ليه محتاجين نروح لل يعني ليه الشكل ده من الامبلمنتيشن، او مش امبلمنتيشن يعني، ليه الشكل ده من الجوين موجود؟ لان هو انت ما تعوز تعمل جوين وعندك ترانزاكشن وعندك تيبل تاني كبير، خد بالك ليه بقول تيبل تاني كبير؟ يعني تو تيبلز كبار، لان احنا في الاكزامبل الجاي هنشوف مع بعض ازاي ان احنا ممكن نشيل اللوك اب. لو هو لوك اب صغير زي ممكن نخزنه في ميموري بدل ما نروح للريديوسر ونعمل كده، زي ممكن نريديوس الافور ده. بس لو عندي تو تيبل كبار مفيش حل غير كده، هو ده الطريقه الديستربتد. انت كده بتجوين الداتا مع بعضها، بتوزعها مع الريديوسر، كل انت بتمابهم، كل الريديوسر كل ريديوسر بيعمل جوين لبارت من الداتا. طبعا يكون ممكن يتحسن بافضل في اكتر من طريقه تانية، في ممكن نستخدم الستريمز والجوين معاهم وتفلتر بشكل مور فانكشنال. احنا ما عملناش كده، حاولنا نسمبليفاي كود. وزي ما قلت لكم يعني انا مش ديفلوبر اساسا، بس الموضوع سهل يعني، مش محتاج انك تكون عارف لغه بشكل اكستنسيف عشان تعمل الاكزامبلز اللي بنعملها. موضوع سيمبل، بايثون نفس الكلام هيشتغل معاك. اوكي طيب، احنا خلصنا الجزء ده. الحلقه الجايه هنتكلم على نوع جديد من الجوينز اسمه الماب سايد جوين. اشوفكم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.